راديو نيل. طب يا دكتور امتى نقول احنا من البدايه كده قلنا الفرصه الثانيه ما يكون في فرصه اولى، والفرصه الاولى دي معتمده على اختيارك من الاول، كان الاختيار ده صح ولا كان الاختيار ده خطا؟ طيب امتى ممكن اقول انا عندي دي الدوافع بتاعتي اللي تخليني اقول انا عايزه اجرب مره تانية، وايه الحاجات اللي اشوفها كده وتبقى خطوط عريضه اقول انا لو الاسباب دي قدامي مستحيل ارجع للعلاقه دي؟ لو حسيتي في لحظه بعد ما تم الانفصال سواء جزئي او كلي ان بقى في فجوه في حياتك، وانك دايما حاسه بحاله من حالات الشوق للطرف التاني، بتشتاقي للعوده، حتى بتشتاقي لنوعيه مشكلات بسيطه كانت بتتحل بسهوله كانت ماليه حياتك اكتر. احساسك ان بقى في مساحه فاضيه في حياتك، بقى في مكان فاضي كان مليان. احساسك بالفراغ العاطفي في لحظة معينة احنا بنسميه في علم النفس السقوط الانفعالي، انك بتسقطي انفعاليا فتشعري بحالة من حالات الصمت لفترات طويلة، مش مستمتعة بحاجة، بتخرجي مع اصحابك، بتخرجي مع الاولاد اذا كان في اولاد، بتخرجي مع العيلة، بس دايما حاجة ناقصاكي، دايما حاجة مضايقاكي. اهو السقوط ده بيبقى يعني شيء من في المقاومة من جواك لا تعترفي ان الشريك هو السبب. طيب هل الشريك يعاني نفس المعاناة ولا لا؟ هي دي بقى المأساة الحقيقية. هل هو عايش كل حياته؟ واحد بيفكر في نفسه مش متخيل بقى التاني شايف الموضوع ازاي. يبقى كانت الفرصة الأولى مش كاملة، ما كانتش ناضجة، بدليل ان في حد ما صدق بعد عن التاني. لكن لما الاتنين يبقوا سايبين بعض وهم على فص عينهم زي ما بيقولوا، انا مش قادر اتخيل ان انا بعيد عنها. ده أحيانا بيحصل إيه؟ إنه هما منفصلين بس مش متطلقين، كل واحد في حتة. أول ما يحس كده إنها قاعدة شوية على السوشيال ميديا وإنها أون، تبص تلاقيه متضايق قوي. الله، أنت أونلاين مع مين؟ عمال كل شوية بيبعت لها، هي ما بتردش عليه، وممكن تبقى عاملة له بلوك. مشغولة هي وعاشت حياتها وعدت المرحلة دي. وهي لسه بتغير عليه. العيلة مع مي أنور، الأربعاء والخميس من 3 ل 4 على نغم اف ام. العيله.